حسني قرا مصري لعب منتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة به. نواصل نحكي على الاعتزال نتاعك حسني، وقت اللي سمعت النشيد الوطني آخر مرة ماتش روسيا، شفناها ديجا حتى في الفيديو، كيفاش كانت الإحساس نتاعك وقتها؟ إحساس كبير ياسر بالحق، يختلف عن المرات السابقة كي سمعته برشا مرات. بالطبيعة بالطبيعة، لا لا بالحق يختلف، معناتها إحساس واحد ما ينجمش يوصفه، معناتها خاطر واحد يسمع في النشيد الوطني ولحمه يقشعر وتخمم في الحكاية اللي أنت باش تعملها، ومعناتها برشا حاجات ضربت في مخي بالحق، معناتها واحد حتى الكلام ما تنجمش تعطي كلمة تفسر كل شيء، فهمني؟ أوكي. اللي نجم يقوله إحساس كبير وإحساس عالمي. باهي نحب نحكي نركز شوية على الإحساس نتاعك في المقابلة شفتهم تاع روسيا وقت اللي وفات الماتش، كيف نحب نسألك على السنتيمون نتاعك وقتها؟ وقت اللي وفات الماتش عاد كيف نقولوا تحطيت أمام الأمر الواقع، معناتها دونك لازمني نمشي في الثنية اللي خممت فيها. والله معناتها بالحق نرعش بكلي، معناتها مانيش مبالغ، اما بالحق ان سنتيمون تري تري فور، معناتها كي سورتو كي مشيت وكملت سلمت على الفريق الروسي، ومن بعد كي خلطت لاصحابي انا شديت روحي راهو بالحق، مش ما حبيتش نوري معناتها الاحساس نتاعي للعباد، اما اوفون معناتها نحس روحي حزين شويه، فهمني؟ معناتها مش بالساهل الواحد باش يسيب الميدان معناتها في نهار وليله، كيما الناس كل تعرف معناتها 27 سنه وانت في التيران، معناتها صعيب ياسر باش تفهمها ولا باش تهضمها الحكايه، حاجه كبيره. من لاعبي روسيا وقفوا صفقوا لك برشا زاد يعطيهم الصحه، معناتها جيت ضد منتخب روسي، معناتها منتخب كبير ونعرفوا معناتها روسيا في الفولي شنيه، يعطيهم الصحه اللي قعدوا وصفقوا لي، انا نعرف فيهم المدرب مساعد نتاعهم تيتيوخين، لعبنا ضد بعضنا، هو اكبر مني برشا لما حاله، اما معناتها كي مشيت وسلمت عليه بالحق معناتها عنقني، تقول ولد بلاده، كيف المدرب نتاعهم اللاعبين، ما نجم نقول كان يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. زاد النجم منتخب مصر ظهر لي بدأ يبعث لك مساج انشرته انت على الفيسبوك، ظهر لي يوري هذا قيمة حسني وكيف يوري زاد التنافس اللي كان على الملعب فقط بين تونس ومصر. صحيح بدوي انسان متخلق، انسان متربي، معناتها حاجه اللي يشوفها كي يقول لك صحاب برشا، لكن بدوي راهو نعرفه جوست في التيران، ما تقابلناش برشا معناتها اور دو تيران، ولا نحكي ولا نقعدوا مع بعضنا، دونك كي نتقابلوا في مناسبات نسلموا على بعضنا. صحيح انسان محترم، معناتها كي يبعث لي ميساج هكاك ماهيش حاجه ماهيش غريبه، نحب نقدم له تحيه ونقول له ميسالش، معناتها ما نتقابلوش في التيران كلاعبين، لكن نجموا نتقابلوا مره اخرى. باهي في الستاتيو اللي كتبتها حسني في الشكر نتاعك علاش قلت 99؟ نكمل، ما تحبش تحكي عليها، كان ما تحبش تقول لي ميساج، خليها ليا معناتها ما نحبش تخلي بوان انتروغاسيون، خليها بوان انتروغاسيون. باهي نحترم باهي الحاجه اللي قلت عليها. باهي نتفكر شويه بدايات نتاعك كيفاش كانت في الفولي. كما الناس الكل تعرف انا اصيل مدينه حمل انف، دونك بدايتي كانت في نادي الرياضي لحمل انف. الحق كنت نحب نلعب فوتبول، لكن اول عام دخلت فيه للليسي نتذكر وقتها
البروف دو سبور نتاعنا كان كان هو المدرب نتاع مدرب كره طايره سي خالد سعاده، معناتها نعاود نقدم له تحيه واحده اخرى ونشكره على الفرصه اللي عطاها لي باش نكون موجود في عالم الكره الطايره. دونك قالت جاي حكى معايا وقال لي تحبش تترينا، قلت له ما عندي حد نمشي، معناتها نحب نترينا. انا وقتها كان في بالي فوتبول، ما عرفتش نترينا فوت، مغروم بالفوت كون. كنت مغروم بالفوت، وان بليس عندي عمي يرحمه كان ريسبونسابل في حملم في الفوت. دونك حبيت عن طريقه هو ندخل للفوت. ما صحتش، ما كتبش فيها ربي، مشيت للفولي. دونك اعطانا رونديفو في حملم باش نمشيو للتيران باش نترينيو فيه. مشينا على اساس في بالي باش نترينا فوتبول، ما قاليش لا باش ترينا لا فوت لا فولي لا هوند لا باسكيت لا حتى شيء، قال لي ترينا، قلت له نترينا، فهمني. هكا مشينا، كان كنا مجموعه وقتها، مجموعه كبيره معناتها ولاد حومه وقتها بالزهر، معناتها طحنا فرد كيما نقولوا فرد كلاس، ومع لي كلاس الاخرين نحينا نحى منهم جوهرات وباش نمشيو مع بعضنا. دونك مشينا وصلنا للتيران. التيران كيما يمكن نجمات حملم في ولاد حملم في يعرفوه، تيران الكهنه اللي في الشعبيه، هو معناتها تيران كبير فيه دو تيران دو فولي وان تيران دو هاندبول. كي دخلت انا بون شفت الفولي وشفت التيران هوند، وبما ان قلت اي برا معناتها قلت صغار ما نجمش باش نترانيو في تيران بالغازون ولا بالبيت، قلت يمكن لهنا باش نتستي ولا حاجه ومن بعد نمشي. جاي عمل لك مدنا كوره نتاع فوت، وقلنا يبر نمشي وكوروا، فهمني، والناس كلها فرحانه ونمشي وكورنا. وهذاك عملنا لي شوف مون تاعنا، هو عمل لنا ذيك باش كيما نقولوا باش يغريكم، باش يغرينا صحيح، يغري فينا. وهي اني شوف مون باش من بعد يعيط لنا، عيط لنا كوايا هاي الباس كيفاش تصير، بار امشي لي على الحيط، بار نعمل 100 باس نكملوا، بار امشي عاود لي 100 واحده اخرى نكملوا، بار عاود لي 100 واحده اخرى حاسيلو لين تمكننا من التكنيك نتاع الباس. بعد تعدينا للمونشيت حاسيلو هكا، ومعناتها في ظرف وجيز، معناتها تعلمنا لي زابيسي نتاع الفولي. خذيكم الكل ولا كيفاش؟ لا ما كملناش الكل، ثم شكون خرج، ثم شكون قعد، ثم شكون كمل معايا ومن بعد خرج، معناتها ما كملناش. يمكن في المجموعه هذيك الكل قعدت فيها انا، مجموعه راه حكيت نتا 20 ولا 25 واحد راه قعدت فيهم كامل. دونك بشويه بشويه معناتها، وانتر تو قاعد نشوف الصغيرات الاخرين كيفاش زاد يلعب. قد عمرك وقتها؟ 12 اكزاكتومون. نشوف الجوارات الاخرين يلعبوا درا شنو، بديت نميل لها شويه اللعبه، بديت نحبها بشويه بشويه، لين بالحق معناتها تغرمت بالكدا وحبيت اللعبه، وقلت اي برا خلينا نواصل فيها. وفي حاجه اخرى معناتها في وسط الثنيه نتاعي، معناتها بعد لا ساي معناتها وليت ليسونسي في الفولي، وقتها لا ساي الباسكيت نتاع حملهم يحبوا عليا والهوند يحبوا عليا، قلت لهم والفوت لي اللي حبيت انت عليه والله الفوت لي. باش نكمل باش نواصل الحديث، مازال عندنا برشا حديث معاك حسني قرا مسلم، لكن نبداو باول روبريك في الحصه نتاعنا اليوم. قول الو. قول الو. قول الو سي حسن. الو عندنا لك ضيف. الو. الو وي مساء الخير. هلا سيدي احمد. وي اهلا اهلا بك، سميته في الستاتيو نتاعك. اهلا بك سيدي احمد. اهلا مرحبا، اهلا وسهلا. على سلامتك في تونس. عايشك سمعنا دونك سيد احمد ابو ساق الصحفي الرياضي، خلينا نقول المختص في الكره الطايره هكا ولا يا سيد احمد؟ اي انا نجم نقول مدون، في كره الطايره مدون. به حبينا نكلموك سيد احمد، ناخذ ما عندك هكا حاجات على حسني، الحاجات اللي ما يعرفوهمش العباد. اي بالطبيعه عن ثم حاجات اللي ممكن حتى هو ما يعرفوهمش. ابو اي سمعني سيد احمد ترى سيدي يعرف هو انه اللاعب الوحيد اللي لعب في نفس السن في بطوله افريقيا، لعب في كادي مرتين. كيفاش؟ علاش؟ لانه هو لعب كادي مرتين، هذه يعني من الحاجات النادره. معناها لعب لعبوه كادي وهو منيم حاجه هكا؟ لا 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 لا، لعب دو كان خاطر هو وقتها خذوه وهو صغير،
فهمتني انا عام 96 خذاوه في ليكيب ناسيونال لعب في الكان نتاع 97 ولعب في الكان 98 لعب واحد في تونس ولا شنو بالضبط لازم تقول واحد ولا في الاثنين كيفو باه باه هذه معلومه بالحق ما نعرفهاش انت هو خاطر ما تعرف لعب في الكان 97 في قليبيا وتعادل لعب شورتنا ديمونت في ايران عام 97 ولعب في الكان نتاع 98 اللي هي ديكاليب عام وقتها ولعب في المونديال نتاع تايلاند زاد في الجنوى صحيح وسيد احمد ظالم فماش برشا ملاعبيه وصلوا للسن نتاع 39 عام ويلعب في النيفو معناها يلعب في الاسبيرونس هز عام ناول تريبلي ظهر لي سنه هز كوب دافريك لاعب مونديال ظهر لي فماش برشا ملاعبيه وصلوا في السن هذا وعملوا انجازات هذه الكل اي صحيح صحيح فما برشا تو كيما نجم نقولوا تو هو ولد حمام لنف لما حاله حمام لنف مو تعرف هو مشى على منوال محمد البغدادي وتبارك الله وصل وصل 39 عام محمد البغدادي محمد البغدادي مشى صغير مو تعرف فما كان المرحوم زيزي بالخوجه كان عنده طاقم هكا فني في الاداره الفنيه قاعد يعملوا في البروسبكسيون من جمله الحاجات اللي هو حسني كان خذاه في البدايه نتاع واحد كيما قالك سي خالد سعاده كان مغروم به زيزي وكان زاد شو اسمه سي شابي فهمتني سي شابي كان زاد درب في حمام لنف ولد حمام لنف نجم نقولوا كان هذا في الطاقم نتاع الاداره الفنيه نتاع زيزي بالخوجه كيما سي كان معاه معناها فريق كامل فيها خالد سعاده فيها شو اسمه الشابي اللي تو يمرن في بوسالم وفيها نجم نقولوا ما شاء الله معناها اولاد حمام لنف كلهم كانوا مغرومين نور الدين بن يونس وانا اعرفهم هو سي حسني سي عادل بن زيد سي رشيد البكوش بالضبط بالضبط كلهم ما شاء الله فهمتني هو اول ما بدا في الكره الطايره غاديك مو تعرف بدا اولاد بختيوة سي محمد بختيوة اللي نجم نقول هو مؤسسين وبعد جاء من بعدهم سي المرحوم وراد المسعي والملعب اللي كانوا يتمرنوا فيه اسمه ملعب مراد المسعي في وسط البلاد في حمام لنف هذاك اللي نجم نقولوا خرج اجيال نتاع الكره الطايره في حمام لنف ما شاء الله خرج. حسني ما عاش احنا نسالك انت علاش الشخص الوحيد سميته سيد احمد بوسيق سيد احمد بوسيق خاطر بون تربطني به علاقه كبيره ياسر معناتها تقريبا من اللي دخلت للكره الطايره ونعرف سيد احمد معناتها دونك معناتها من واجبي ولا من حقي اني او ما نذكر له اسمه في الستاتيو خاطر قدم الكثير للكره الطايره وهو هو يسمع فيا معناتها مش خاطره مدون دونك معناتها ما عندوش ريسبونسابيلتي ولا ما عندوش امباكت لا العكس يحب الفولي ويحكي كان على الفولي لي زانفورماسيون نتاع الفولي في تونس الكل عنده هو كيما كان يحكي معناتها بالحق هذيك نتاع فاست لعبت دو كوب دافريك انا بطبيعتي ما نعرفهاش حتى احنا حسني نحتاجوا في اي حاجه تابع على الفولي نلقاو سيد احمد بوسيق ما شاء الله عليه دونك نشكرك سيد احمد وان شاء الله معناتها تزيد تنفعنا ولا باش نقول لك حاجه اخرى ما عرفتش انت خاطر تعرف في مسيرتك الكل انت من عام 2000 بديت اطار الكادي والجونيور اللي انت ما شاء الله بديت سينيور 99 هات نعطيك الواحد تاعك صفه خاصه كنت انت الابن المدلل نتاع جاكوب كيفاش؟ صحيح ولا لا؟ عايش باش نعطيك انت عام 2000 وقت اللي جا جاكوب اول ما خذاك الشامبيون العرب في عام 2000 صحيح وليش لعبت معاه في الجيم الترانية في ديني في تونس لا عاد اول كومبيتيسيون وقتها مشينا خلينا نحكي نعطيك محطه الكبار الساعه عام 2000 لعبت في البطوله العربيه وبعد مع جاكوب 2001 في الجيم الترانية 2002 عودت معاه جيش الشامبيون العرب 2003 لعبت الكال في مصر زاد مع جاكوب و2004 مشيت معاه جو اولمبيك 2005 مشيت الكال في مصر 2006 مشيت الشامبيون دي موند في اليابان 2007 مشيت الكوب دي موند مع جاكوب زاد في اليابان صحيح فهمتي وفما شامبيون دي موند في الارجنتين هذيك 2003 زاد صحيح صحيح علاش سيد احمد صاحبه ولا سيد احمد جاوبني عاد باش نعطيك سؤال تو انت تعرف عام 2009 معناها خرجت من المنتخب نتاع الاكاد 2009 اللي وقتها شاركنا جينا اسوء مشاركه كانت في طنجه
خذينا جينا 5 ايام و 2011 ما لعبتش 2013 ما لعبتش 2015 ما لعبتش ما رانا اللي سي حسني تبارك الله يرجع 2017 مع جاكوب ويرجع ايوه مع جاكوب ونعاود ايش بيناتهم تو سيد احمد ايش بيناتهم صاحبه خاطر ولا فما حاجه لا نعني لك وانه هو حسني اكسبسيون كيفاش انسان معناه يخرج من المنتخب في 2009 ويعاود يرجع 2017 ويرجع بالتتويجات ويرجع مجد تونس صحيح هو اللي نحب نقوله له راه ساعه اول حاجه ما ثميش ثميش صحبه راه في ال... لا نفدك عاد لا نعرف هذه عزيمه انا نقول لك هذه عزيمه منك ومن صحابك زاد بالضبط بالضبط سي ده بالضبط هذاك هو هذاش حبيت نقول له زاد خاطر انت مورالمون ام لاعب كيف يبعد 2009 يبعد وبعدش يقول انا سي وفات كارياري مشي ما شاء الله هاك تشوف 2017 رجع ورجع مع اصحابه ومع جاكوب وهزوا التيتر ورجعوا المجد لتونس خاطر نحبوا الفولي يا سيد احمد راه نحبوا الفولي ونلعبوا الفولي للفولي راه ما شنو خاطر انت ما مانيش ما نحسبش انا واحد مناش ما نحسبش ما نقولش المشروع اللي حكينا فيه ان شاء الله عاد باش تواصل فيه ما هو في بالك انا اقترحت عليك كل البرنامج أيوة قلت لك يا اخوي سيد احمد قول ايش كل مشروع وكل برنامج شنو المشروع هذا البرنامج انت ما شاء الله معناه مكون في الكره الطايره تو بار اللي انت ملاعبي انت مكون صحيح لا مش دون تدريب معطيك منطقه اللي فيهاش فولير بتغرمهم علاش ليه ما شاء الله اسمك كبير ومسيرتك كبيره تمشي على الاقل كي راهو حسني مثلي يقولوا اخويا هاو مثال علاش ما نوريش كيفو ما صار حتى مشكل ما حكينا فيه الموضوع حكينا بالحق قال لك ما حد قلت لك ما عندي حتى مشكل معناتها قلت لك انا المره اللي فاتت انت ما شاء الله كذا كذا علاش هاو عندنا منطقه قريبه الحملم في سليمان علاش ما فيهاش سالة وما سالة البنية تحتية سالة جديدة وفيها جبولي وفيها شي برشة معناها استعمال كبير علاش ليه منعملوش غاديكا ما درسوا وكونوا نواة قدر سليمان كان سهل بولي بودرة وقبل صحيح يسلي دونك ان شاء الله ان شاء الله سيد احمد ان شاء الله او خلينا كي نولي اوفيسيلمون معناتها مازال يخمم ندخل كي ندخل الدومين اوفيسيلمون وقتها تنشوفوا الموضوع شكرا لك سيد احمد بوسيق ما عادش خليك لو كان تحب تضيف حاجه في الختام لا لا حبيت نقول له انه في الوقت اللي هو بدا في الفوليبول احنا جهزنا جامعه بكمبيوتر انا خاطر كنت مسؤول على الاعلاميه في الجامعه لازم نقول لك عملنا الاعلاميه اول جامعه عملت الاعلاميه في تونس هي الكره الطايره عام 2012 جهزنا جامعة كمبيوتر ولينا عملنا باز دو دوني فيها لو يدخل حسني قراموسي يلقى روحه ديجا من عام 2000 من عام 91 مع عام 91 ديجا اسمه موجود مسجل في الباز دو دوني تاع لي بولي في تونس يعطيك الصحة شكرا لك سيد احمد بوسيق كنت معنا في روبريك نتاعنا قول الو قول الو دونك نواصل الحوار نتاعنا مع حسني قراموسلي حسني تعتبر نفسك اشهر لاعب فولي في تونس خاصه ان الاسم واللقب نتاعك عنده وقع خاص عند المتلقي من صغير من عام 89 نسمعوا عام تاعك من عام 99 في المنتخب اكثر لاعب تجم تقعد اسمه حسني قراموسلي تعتبر نفسك اشهر لاعب ولا ما نعتبرش روحي اشهر لاعب لا علاش هات نقول لك علاش خاطر قبلي انا تعدي ما تثم برشا اسامي في الفولي بول تونيزيا نذكروا معناتها مصدق الاحمر فامي بوسرسار بغدادي حفيظ غازي قدار خالد بلعيد حسني النقطه اللي قلت لك عليها تاع الاسم واللقب هي الوقعه نتاعو الوقعه نتاعو هي يمكن لعبيت خاطر انت كيفاش معناتها الرنه نتاعو حسني قراموسلي دونك يقعد في يتشد في في اذهان اللعبيت صارت لك حاجات تعرف ولا حاجات في الحكايه هذه لا لا والله ليه ما لا ما صاروا ليش اما لا الحاجه اللي ضحكني معناتها dernièrement في قناه من القنوات التلفزيه معناتها في برنامج معناتها في الفد الكاودر شنو هي معناتها ذكروا اسمي كوم كوا زعما جو سوي ان بيلوت فهمني ذكرتها يمكن اي باش نذكروش مسيات ما حتى مشكل اي في الوقت في الحوار التونسي مع كريم الغربي حاجه هكا كريم الغربي وبسام الحمراوي اي ذاتي شفتها فهمني دونك والله نضحك عليها وقتها قلت شو كيفاش معناتها حتى في معناتها في فد الكواه تجبد اسمي جستمو على ذي قلت لك تقعد دونك نرجعوا علاش على كرنا خاطر العباد معناتها يقول لك حسني قراموسلي معناتها في ماش كيفاش اما انت كيف راحت كي تجبد اسمك ويقعد في الذاكره حتى يعني قلت لك معناتها فرحت وضحكت فهمني وحاجه اخرى نعطيك حاجه اخرى ثم
ثم كل اسمه اللي مسلسل اللي تعدى في نسمة نوبة لا لا تاع ما اسمه لا لا قديم شوية تاع الوزير كمال التويتي عرفته فريدة قرمزلي اي صحيح فهمني معناتها زادة شوف كيفاش في مسلسل معناتها واحد زاد ذكروا اللقب نتاعنا معناتها اسمي يجبد معناتها فهمني كيفاش باهي لعبت في ليبيا حسني لعبت في الخليج في عدد البطولات في الخليج علاش ما جاتش فرصة نتاع تجربة أوروبية ما جاتش دي زوفا حاجات كيما هكا باهي يعطيك الصحة خاطر اللي أنت جبدتوا الموضوع هذايا وباش نحكي فيه خاطر يمكن فما برشا ناس وبرشا جماهير ما تعرفش النقطة هذه. أنا كي أول ما بديت من حملنف معناتها حتى العروض الأوروبية جاتني وأنا في حملنف وقت اللي جاء أنطوني جاكوب لتونس وضمني للفريق وللمنتخب بون وريته شنو أنا شنو قادر شنو اللي نجم نعمل وقتها بالحق مع تجيني جاب لي أوفر من إيطاليا من عند على ما أظن نذكر معناتها اسمه سيسلي تريفيزو معروف معناتها فريق قوي في إيطاليا ومعروف يلعب في اللاونو دونك أنا وقتها مع حملنف ونعرف القانون التونسي معناتها الجمعية معناتها الليكيب اللي باش تاخذك خاصة في الأوروب معناتها ما يعطيوش كيما فلوس معناتها ما يعطيوش للجمعيات لجمعيتك مثلا في الهوند حسني احنا في الهواية في الهوند كي تمشي للأوروب ما يدخلش فلوس ولا والله في القانون نتاع الهوند ما نعرفش ما عندكش فكرة لا ما عنديش فكرة أما باش نحكي لك في الدومين نتاعي أنا خاطر أونجاجي فيها فون قلت لك دونك الجمعية ما تنجمش تعطي واحنا ماك تعرف معناتها جمعيات الصغار ديما يقول لك أنا الجوار نتاعي لازمني ربيت وكونت ودرا شنيا كيما نقولوا ثم منحة التكوين هذيك اللي باش ياخذوها دونك وحاجة أخرى وقت أنا زادة كنت صغير ما تشجعتش وما مشيتش وبعد en 2000 بعد 2001 بعد الجو ميديتيرانيان en 2001 و استغفر الله يا ربي en 2002 وقت مشيت لصفاقس بالضبط en 2003 يكلموني كيف زاد جمعيه من فرنسا بواتي كيف زاد وقت كلموني وجاوني جاني المانجر لهنا لتونس وقعدنا وحكينا قلت له انا راني اونجاجي بكونترا في تونس نكلم مع الجمعية نتاعي ونشوف دونك وقت رئيس الجمعية سي صلاح الدين الزحاف بالمناسبة نحب بالحق معناتها نحب نقدم له تحية وإنسان معناتها بحبوح ياسر وتحفون فهمني هو اللي عمل لي العملة هذه دونك حكيت ما حبش يسيبني مشيت حكيت معاه قلت له عندي أوفر هكا وهكا 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 قال لي جيب لي 300,000 يورو وخرج قلت له يا سي صلاح كيفاش 300,000 يورو راني صحيت راني ماني جوار دو فوتبول ودرا شنيا قال لي كاو انا شريك بالفلوس ودرا شنيا واحد جيب لي 300,000 يورو وخرج على راه قد يعطاوه ما وقت ما عطاوش ليه ما يعطيش ليه هاني قلت لك ديما بليش يعطي للجوار نتفاهم انا والجوار كونترا ودرا شنيا وتمشي على تحب انت تعطي لجمعيتك ما تحبش بيان سور اذا كان سايبتك فهمني هكاو مشيت عاود كلمته هذا المانجر قلت له راه الحكايه فيها هكا وهكا قال لي نو سي تخو ودرا شنيا واحد جنب معناتها ما نجموش نعطيه وقال لي ان شاء الله معناتها كيما نقولوا الفرصه الجاي هذوما معناتها العروض اللي جاتني تقريبا في الاوروبا تاع ايطاليا لو كان صارت تنسى تكون عندك مسيره واحده اخرى جمله حسنيه يمكن نجم تكون بتباعها واحده اذا كان خرج لا انا ناكدك اذا كان خرجت وقت راه عندي مسيره معناتها يمكن خير من هكا نجم نشوف حتى ماجري وحده خمتاع باسكيت معناها في فولي نجم سي بوسيبل معناتها صحيح اما اذا كان واحد ما يقعدش توا يلوم على روحه ويقول يا ريتني ولا بعد معناتها واحد ما لازموش يندم وكاو بون الحمد لله معناتها زاد كي مشيت للسي اس اس عملت كارير باهيه علاش على خاطر جيتي بروفيسيونيل الحق معناتها حتى لو كان ما خرجتش لعبت في الاوروب لكن في تونس تعاملت مع جمعية الكل كجوار بروفيسيونيل فمني ضحيت بقرايتي على خاطر الكورة ضحيت بعائلتي على خاطر الكورة دونك بالحق معناتها جيتي بروفيسيونيل بأتم معنى الكلمة
بيه حسني، شكون تشوفه خليفتك في كرة الطائرة في تونس؟ هكا تشوف لاعب شاب يشبه لك شوية في طريقة اللعب نتاعو. بوم طب ش... اللي يسمع عيد عليك شوية مانيش فرد بوست. أنا قاعد تو نذكر لك في واحد في البوست في, الـ في, الـ في البوست نتاعي، خاطر أنا لعب دو بوست راه، أنا لعب سنترال ولعب فو باسور، معناتها باش الناس تفهم سنترال كيما أنا قاعد تو معناتها نلعب كيما نقولوا وسط شبكة، فهمني، وفو باسور فو باسور كيما 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 تو حمزة النق، فهمني، معناتها البوست تاع حمزة النق أنا هذوما لعبتهم الزوز. دونك باش تلقى جوار ينجم يلعب لك في دو بوست تو صعيب ياسر، فهمني، دونك تو صعيب ياسر. يا تلقى فماش حتى ملاعب تونسي تو تشوف، اما شنو هو كل واحد تو الموجودين كل واحد اللي في البوست نتاعو مززي ومكفي، فهمني شنو هو، سوى حمزه النقا سوى خالد بن سليمان سوى اللي جاوا معانا تو زاد محمد عياش وسليم وسليم المباركي. سليم المباركي معناتها اول مره يلعب في الليكيب ناسيونال سينيور، وهاكم شفتوا الروندمون اللي عطاه والبروغريسيون اللي عملها في 3 شهور. دونك ثم معناتها دونك لي جوار اللي موجودين توا معناتها شادين لي بوست نتاعهم ومززين ومكفين كما نقولوا. قبل هيك نحكي لك سيد احمد بوسيق، عطاك مشروع، عندي شنو برنامجك تدخل التدريب شنو بالضبط؟ باهي هو اي لاعب بعد كارير نتاع جوار باش يخمم في كارير دونترونور، هو برنامجي اني باش نمشي في الكارير دونترونور، ما نعرفش وقتاش، معناتها لازم لي توا كيما كنا نحكيوا قبيله لازم لي نعاود نقعد توا مع الفيدراسيون مع سي فراس ومعناتها ونقعدوا نحكيوا في الموضوع نتاع كيما كنت سالتني قبيله على العوده نتاعي للمنتخب بعد الاعتزال. مازلت ما نعرفش، موضوع ماهوش مطروح، ما نجم نجاوب ولا ما نجم نعطي كونفيرماسيون الا ما نقعد مع الفيدراسيون نحكي ونشوف شنو هي الباهي وشنو هي الخايب، ومن بعد نشوف. واذا كان رجعت يمكن نكمل شي معناتها الكاليفيكاسيون معناتها نكمل الكاليفيكاسيون معاه، واذا كان ما مشيتش كجوار بالطبيعة وقتها نجم لانسي الكارير تاع لونترونور. ما عملت ليش مانيش عام برنامج مش توه بالحق، مازلت نخمم، مازلت نهضم في الحكاية، فهمني، والجواب طا يجي في وقته إن شاء الله. باهي نحكيو شوية على منتخب في البطولة العالمية، كيفاش تقيم المشاركة متاع منتخبنا في البطولة العالمية حسن؟ باهي المشاركة توه برشا ناس ومعتها شفنا وقرينا في اللي ستاتيو معتها شنية هالمنتخب وشنية هالمهزلة وشنية 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 وشنية، معناتها كلام تري نيجاتيف الحق. فعنده معناتها ثمك معناتها كي واحد كيشوف لي ريزولتا ويشوف معناتها تشوف الخاسر 10 ماتشات على 11 اوتوماتيكمون واحد ما يفهمش ولا واحد ما يتبعش باش يمشي في الثنية هذيك نتاع النيجاتيفيتي. لكن انا كنت موجود وكلاعب معاه، اللي نحب نقوله انه نخسروا اما قاعدين نلعب، ماناش رامين المنديل، ماناش مسيبين، ماناش مسلمين، لكن هذاك هو مجهودنا اخوي، هذاك وين وصلنا، معناتها ماناش ماشيين احنا، ماناش داخلين ضد امريكا باش نخسروا، ولا داخلين ضد روسيا باش نخسروا، ولا داخلين ضد بولونيا باش نخسروا، ولا نحكي لك على الجمع معناتها خاطر بطولة العالم باش تلقى جمعيات كلك باهين، ماكش باش تمشي تلعب ضد معلش انا ضد اي فريق اخر ولا أو منتخب آخر. دونك نمشي ونلعبوا، لكن هذاك هو حد الجيد كما يقول، معناتها جهدنا هذاك اخويا اللي وصل. راك تتعامل مع لاعبين راهو في الفولي تو يمكن في الفوت ولا في الباسكيت ولا في الهوند تنجم في اللي كوب دي موند على كوب دي موند على كوب دي موند تنجم تخطف شنو اللي ترشح ولا يا اخويا فولي لعبه صعيبه، راه لعبه صعيبه تتطلب الطاقه تتطلب التاي الفيزيك التكنيك المونتال معناتها كل شيء. احنا عندك معناتها احنا عندنا تو المونتال والتكنيك تو كي تشوف مثلا المنتخبات الاخرى كي تجي تشوف تكنيكمون تلقانا احنا التوانسه خير. اما يا خويا كي تلقاه هو زاد طوله 12 متر 17 ولا الفرق في المورفولوجي معناها في المورفولوجي
سي نورمال. احنا معدل الطول نتاعنا راهو اطول واحد عندنا في 2 متر و 2 متر ولا 2 متر 3 هما 2 متر 17 2 متر 10 2 متر معناتها تبدا احسب من فوق 2 متر 5 فهمني. دونك صعيب ياسر باش تلعب معاهم راهو في خاصه كي يبداو قدامك. مازلنا بعاد على المستوى العالي هذا حسني. والله اسمعني ما نجمش نقول بعاد وما نجمش نقول قراب معناتها ما نجم نوصلوا نلعبوا في المستوى العالمي الا ما تولي عندنا ايكيب دو جراند تاي من الاخر خدمه لازم من لي جون معناها من لي جون وفي الاختيار اللاعبين. انا قبل انا قبل معناتها في ايميسيون صارت معناتها صارت قلت لازمنا نخدموا معناتها جماعه معناتها اللي نخدموا معناتها انا بما فيهم انا خاطر قاعد نخدم في لي سونتر دو فورماسيون تاع دو فولي نوليو نخدموا على لي تاي. علاش توا ثم برشا برشا دي بروف واحد يهربوا من الخدمه نتاع مع التويل خاطرهم خاطر الخدمه معهم صعيبه صعيبه فيش اقل سوبليس صعيبه اقل سوبليس خاص سورتو الكورديناسيون معناتها الكورديناسيون باش تتعلم باش تعلم الكورديناسيون الجوار طويل مش كيما واحد قصير مش كيما واحد سيغمونيتو صحيح يبدا لون ويتطلب برشا وقت صحيح. فهمني دونك العباد الكل تقول لك انا خليني هكا هذاك صحيح في ملبوب صحيح ملبوب دونك لازمهم نخدموا على الحكايه هذه ومن بعد التكنيك تو يجي وحده صحيح فهمني شنو نخدموا توا ومو على اللي تاي ما كانش بامكاننا افضل مما حققناه حسني ما كانش بامكاننا احسن من اللي حققناه كنا النجم وجاتنا الفرصة ضد كندا ما تعملنا معها 3-2 الأرجنتين عملنا احنا 6 أشواط هاليا وخسرنا 30 حسب في المجمل معناها هو تحسب 10 ماتشوات في 3 هذوما 30 وإحنا 6 دونك جاتنا الفرصة في الكام مع كندا عملنا معها 3-2 خسرنا معناتها بيتمون بالحق معناتها ماتش كان في دينا ماتش الأرجنتين كيف كيف عملنا معاه 3-1 لكن معناتها راهي الارجنتين ايكيب باهيه راهي ايكيب قويه لعبنا ديجا قلقت الفرق الكل من امريكا قلقتها روسيا قلقتها قلقت البرازيل فهمني عملنا معاه 3-1 لكن كان طرح باهي وكان طرح قوي غلبونا معناتها في حاجات بون شنو اخر ماتشات الاخرين أنا أصعب ماتش حسني أصعب ماتش الحق ماتش مصر اللي ربحناه الحمد لله اللي ربحناه علاش ماتش مصر على خاطر احنا توا معناتها في العالم معناتها في في افريقيا شكون قاعد يتنافس على تونس ومصر تونس ومصر وتوا دخلت الكاميرون ديرنييرمون دخلت الكاميرون دونك في كل ماتش هذاك كي باش تدخل له معناتها باش تقول اذا كان باش نخسر ضد مصر راهي يمكن يصير اللي يصير تقلب علينا الدنيا تتقلب نجم تقلب عليك الطرح علاش خاطر قادم انت على كاليفيكاسيون في مصر دونك راهي الكاليفيكاسيون ماهيش سهله راه على فكره صحيح ماهيش سهله نجيوها بعد ايه واذا وباش تربح تقعد عندك كل السوبيريوريتي مورال اللي باش تدخل بها كما قلت لك للشيونس الجاي دونك بالحق معناتها هبطنا ستريس معناتها بالحق ستريس ستريس كبير ياسر وماتش صعيب معناتها ربحنا 3-1 صحيح اما ماتش صعيب صحيح سالتك بليك ما كانش بامكاننا نجمو نوعا ما خير خاطر مصر اللي ربحناها نحن هي مثلا هي فازت على ايران واستراليا هكا صحيح ما ثم ظروف زاد تحكم كان تشوف شوف الباركور اللي عملناه معناتها راه مش سهل باش توصل معناتها باش توصل التوب فورم في كوب دي مات معناتها نبداو من التحضيرات لبطوله افريقيا اللي بديناها من شهر ماي تقريبا رمضان جاي في ماي هو سنه اي تقريبا معناتها شهر رمضان هذاك تعدى معناتها من ماي حتى يكش للكومبيتيسيون معناتها للكوب دافريك ومن بعد تكمل من كوب دافريك من بعد 10 ايام تمشي نمشينا وقتها لبولونيا شاركنا فك الكاليفيكاسيون تاع جوز اولمبيك ضد بولونيا وسلوفينيا وفرنسا ومن بعد تكمل من بولونيا ناخذوا ايامات راحه ومن بعد نرجعوا نحضروا للبطوله العالم معناتها ماراثون كبير ياسر معناتها على ظرف في ظرف احنا فيزيكمون لو كان جاي مثلا ماتشات ايران واستراليا من الاول كانوا خير معناها نجم تقول ثم فاتيك ثم
كما تعرف راهو فواياج كان طويل ياسر وديكالاج اورير و فما حاجه ورقينا رواحنا سامحني خلينا نكمل لك هذه ورقينا رواحنا معناتها تعمل وصلنا اليوم ترينا غدوه تلعب من بعد غدوه معناتها ثم نهار بين بين وصولنا وبين الديبيو نتاع الكومبيتيسيون هذا بنسالك عليه هنا ما كناش نمشيو كنا نجم قبل كي مصر مشات بكري شويه مثلا باه تحب نحكي لك على مصر علاش كيفاش مشات قبلنا ولا نحكي لك عليها نبدا لك بمصر يا سيدي حسب المعلومات اللي عندي وحسب المعلومات اللي سمعتها مصر بعد الهزيمة متاع البطولة افريقيا كي روحوا لمصر الرئيس المصري استقبلهم وعيط لهم وحكي معاهم نعرفوا المصاروة مع بلادهم ما يفهموا حد شيء ويحبوا ديما الإيماج متاع السبور خاطر هي اللي توري هي وجه البلاد عيط لهم قال لهم حكي معاهم وشجعهم وفهمني وقال لهم اللي تستحقوه راهي الدولة هاي معاكم فهمني مشاو كملوا من كوب دافريك مشاو لاسبانيا عملوا استاج في اسبانيا من اسبانيا يتعدوا للمغرب هذا كله على حساب الدوله يتعدوا للمغرب وقتها صار عملوا لعبوا الالعاب الافريقيه ومن المغرب يروحوا لمصر يعملوا ايامات ويطلعوا لليابان قبل تقريبا باسبوع دونك مشاو هما مشاو بكري دونك عندهم الوقت باش يستنسوا بالديكالاجورير عندهم الوقت باش يرتاحوا عندهم الوقت لكل شيء احنا الحق نتاع ربي معناتها طلبنا رانا الجامعه التونسيه ومشكور سي فراس اللي عمل للمستحيلات السبعه باش يصير استاج قبل الكومبيتيسيون طلبنا 4 ايام في اليابان خويا 4 ايام في اليابان يتكلفوا على الفيدراسيون خاطر هذه الوزاره ما تنجمش تكلف به معناتها باش يتكلف على الاستاج هذاك باش يتكلف على الفيدراسيون يتكلف لك في 200 ولا هو قريب 300 مليون فماش امكانيه على 4 ونعرفوا الجامعه نتاعنا مخنوقه شويه والمكتب الجامعي القديم خلى الفيدراسيون معناتها مخنوقه دونك قاعدين يخلصوا في كريدياتهم وواحد ما تنجمش تجي تزيد كيما نقول تطمز عينك بصبعك فهمني تزيد تدفع 300 مليون باش تحضر خيرنا يصير التحضير في تونس فهمني عملنا تحضيراتنا في تونس وعملنا عملنا معسكر النتيجه حسني والله لو كان جينا قبل الجمعه كنا نجمو نعمل ما خير نجمو نعملو لا هاني قلت لك انا عاد ما كي يبدا عندك وقت باش ترتاح وتخدم وتستانس بالجو الجديد اللي ماشي له دونك تنجم تدخل معناتها تدخل حاضر وموا مونتالمون خير من هكا فهمني معناتها الظروف الحق معناتها الظروف ما عاونتناش في الكوب دي موند هذيا وصارت لنا راهي قبل صارت لنا قبل معناتها احنا انا نذكر اول بطوله عالم شاركت فيها راه 11 ماتش على 11 خسرنا حتى مع مصر خسرنا معناتها نحكي لكن بطوله العالم معناتها اللي صارت من بعد ربحنا مصر ربحنا اليابان وتكلاسينا فيها وقتها هذول 8 حاجه كيف هناك متفائل مستقبل المنتخب هذا انا بحسب رايي انا وحسب ما معناتها شفت المجموعه هذه عندها ثم بوتنسيال كبير ياسر فهمني جوست يعرفوا كيفاش يخرجوه كاو انا الماتش اللي قلت كنا نجمو نعمل فيه ما خير حسيتو فلت بين يدينا كندا قلت لك عملنا فيه 3-2 وثم زاد ماتش أستراليا اللي قبل الاخراني زاد راه كنا خسرنا فيه 3-0 اما زاد ذاك كنا نجمو نلعبوه مخير وكنا نجمو يمكن نقلقوهم اكثر ولا نعملوا معاهم ماتش به هاني قلت لك زاد كيف الارجنتين وصلنا معناتها وصلنا ربحنا معناتها رابحين معناتها عاملين انا وماشي اللي نحن 2-1 بون تقلبت على دي بتي ديتاي اللعبه مانيش باش نحكي لا على امريكا لا روسيا لا نيفو اف هذوكم حاجه اخرى نحكي لك او موا اللي شفنا ان النجم نعملوا معاهم حاجه فهمني صحيح بون هذوما تو بور لو مومون لي ترو ماتش ما نعرفش كان ذكرت شي حاجه انت قلت برشا انتقادات وصلونا لكن فما لاعب ظهر لي استثناء اللعبة الكل كان شي خبيلو وحمزه نجا وكمل ظهر لي ثاني احسن مسجل نقاط البطوله بعد برازيلي سوزا هكا صحيح نجا السنه عمل معناتها اون كومبيتيسيون اكسيبسيونيل من الاول ديجا ملي بدات الكومبيتيسيون هو كلاسي برومي معناتها راه تنحات له كان في البريمير بلاس نحات له في لي دو ماتش الاخرانيين لكن ثم اسباب انه
صارت له امتيت لونغاسيون في الابدومين نتاعو، دونك خليته اللي متقلق شويه وما عادش اللي يلعب اليز ولا وبالرغم هذا معناتها خذ الريسك وقعد يلعب وبالحق معناتها بالمناسبه نحب نحييه حمزه نقره وصاحبي بالكدا ونحبه ونحب نقول له كمل هكايا وان شاء الله معناتها السنه المره هذه هربت عليك ان شاء الله المره الجايه تاخوها. اللي في كيف تبدل شويه بارابور كوب دافريك ما مش من لعبيه كان نجم يعاونونا ملي ما مشاوش شكون هو اللي تبدل معناتها التورقي عمر العقربي احمد القاضي ومروان مرابط المعد به. عمر ما جاش خاطر مضروب متى ديجا عمل عملية على ركبته. أحمد القاضي كيف عمل عملية على ركبته. تبقى التورقي ومروان مرابط هذه معناتها ما نعرفش أنا يمكن كانوا موجودين معناتها ما ثميش حاجة أخرى معناتها ما ثميش ديفيرونس كبيرة ساعة على فكرة بينيت حتى نحكي وتو نحينا من القاضي ونحينا من عمر خاطر عايش و والمباركي معناتها تقريبا غطاوهم البلايص هذوكم وقدموا مردود كبير ياسر ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم. نجيك لصديم وهيكل الجربي اللي هما في بلاصه التورقي ومروان المرابط كيف زاد ما كانوش ما قصروش وقدموا المردود اللي مطلوب منهم. باقي هذية معناتها هذية ترجع لاختيارات مدرب معناتها أنا ما عنديش الحق باش ندخل فيها. صحيح. فهمني هو شايف هكاك يا خويا مشي معناتها واحد ما ينجمش يقول له شبيك ما جبتش هذا ولا شبيك ما نحيت هذايا ولا علاش بدلت ليكيب. دونك هو اختيارات مدرب اختارهم مشيت هكاك باش نقول لك إذا كان جاوا معانا كنا نجموا نعملوا خير. والا هكايا عملنا خير ما نجمش نقول لك علاش خاطر هاني قلت لك معناتها لا كاليتي نتاع لي كات جوار هذوما ما تبعدش على الاخرين راه ماهوش تطيح قيمه منهم عمر وخالد وقاضي لا العكس نعرفوهم عندهم معناتها بلاصتهم في المنتخب وكيما نعرفوا معناتها الباب منتخب مفتوح لاي واحد اليوم ماكش فيه اليوم ما خرجت غدوه ترجع هاك شفت كيما كنا كان يسعى يحكي سيد احمد معناتها راني خرجت 2009 رجعت 2017 صحيح فهمي معناتها هذا يدل على انه باب المنتخب راه مفتوح للجميع اللي يستحق مرحبا به. عشان دوز اجيال اللي تعيشت معاهم طالي هكا الجيل نتاع حفيظ وقداره وخالد بالعيد والجيل هذا نتاع نقا وبقيت ملعبي ما عرفش فما فرق بيناتهم في المستوى اما افضل تكون خير نجم نعمل نتائج ما خير بالجيل هذا هما خير ولا هذم خير. انا وقت اللي طلعت مع الجينيراسيون هذيك اللي كنت تحكي عليها غازي وات انا كنت الصغير اللي فيهم فهمني. دونك هما كلهم وقتها في ال 26 وال 27 وال 28 دونك هما الاكبر مني دونك انا نتبع فيهم توا انا الكبير وهم يتبعوا فيا دونك قاعد فهمت المعادله دونك ما نجمش نقول لك هما خير ولا احنا خير ولا توا خير خاطر كل وقت ياخو وقته هما يلزيتي معناتها كبار دونك اكسبيريمونتي ومتعدي عليهم كيما نقولوا الباهي والخايب ويعرفوا معناتها فاهمين اللعب فهمني. دونك بالحق معناتها تعلمت من عندهم شنو اللي تعلمت من عندهم حب المريو ساعة والحاجة بالحق راهو كي كنا راهو قبل احنا تو نسميه عاقلين راهو معناتها الجينيراسيون هذه عاقله راهو الجينيراسيون الكبيره راهو حتى في استاجيات واحد ماك تعرفك الحساسيات نتاع الجمعيات راهي تبدا ثم تاكل بعضها شويه تاكل مش عرك واحد اما تبدا ثم الحساسيه فهم اما شنو كي ندخلوا يا خويا كي ندخلوا للماتش ولا للتيران حتى في لونترينمون هذا كله يتنح نخدموا في البلاد صحيح. نلعبوا على الدراب وذاك اللي معلق على المريول نخرجوا تولي حكايه اخرى فهمني هذه تعلمت من عندهم يا خويا في التيران نعطي ما عندي خويا وكيما نقولوها حتى الباركين نقلعوا ناكلوا كان لازم ومن بعد خويا كي نخرجوا
كان اصحاب هنا اصحاب كان مانيش اصحاب زيد فهمني أمورنا. تقعد امورنا زاهي تقعد ديما بتبيع ثم الاقدر وثم وثم الاحترام دونك بون معناتها زوز معناتها واحد تعلم معناتها تعلمت من الجينيراسيون هذيك حتى راه الجينيراسيون هذيا راه ما تقولش خاطرني انا مثلا الكبير فيهم راه ما نتعلمش لا نتعلم من عندهم خاطر مونتالي عندهم ثم مونتاليتي اخرى ثم عقليه واحده اخرى دونك باش تنجم باش تنجم تجاريهم وباش تنجم معناتها تمشي معاهم في الثنائي نتاعهم. حكيت قبيلتك قبيلتك على بطولة التأهلية الأولمبياد شنو هي حظوظنا فيها؟ هذه اللي جايه اللي جايه بالطبيعة بيان سور ما فماش هذيا ما فماش ما فماش زوز عباد يختلفوا في على 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 حاجه ماشيين الكاليفيكاسيون للكاليفيكاسيون في مصر في في تونس في في الجزائر في المغرب ما فماش باش نمشيو نجيبوا الكاليفيكاسيون اوني معناتها اوني كابابل كيما كنت نحكي لك رانا ماناش معناتها جمعيه صحيح صغيره في العمر اما باهي عندها لي كاباسيتي وعندها البوتنسييل وعندها كل شيء باش باش نجيبوا الكاليفيكاسيون تبقى توا هما توا معناتها توا لي جوار رجعوا لجمعياتهم باش يعاودوا يتلموا في ان شاء الله كان باش ما نقولش يتلموا باش نعاودوا نتلموا باش حتى كان كنت معها نكون معاهم هاكا نعاودوا نتلموا بعد ان شاء الله ان شاء الله نتلموا في بعد شهر معناتها في شهر ديسمبر وتبدا من وقتها التحضيرات و... وكيما عملنا البريباراسيون للكوب دافريك زاد باش نعملوا بريباراسيون معناتها للكاليفيكاسيون هذه وان شاء الله كيما جبنا الكوب دافريك تاع 2017 من مصر نعاودوا نجيبوا الكاليفيكاسيون من مصر ان شاء الله. واضح مازالوا 7 دقائق في الحصه نتاعنا حسني باش نكملوهم مع دو روبريك روبريك الاولى هي لوكويز 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 حسني باش نسالك مجموعه من الاسئله قصيره تجاوبني من غير برشا تفكير. هاي برا نجربوا شكون تعتبروا احسن لاعب تونسي توا توا هاي والله قلت لك بغيت بوفيه الخير انا جامش ما نجمش لازمني نخمم انا جامش نجاوبك ديريكتومون برا نقولوا حمزه النق احسن لاعب في تاريخ تونس في الفولي برش واحد احسن ملي واحد باش نذكر اول واحد يجي على بالك تغطوا يتغشوا الاخر اول واحد يجي على بالك ثم ثم اللي يعجبك سبحان الله اخي لا لا انا ما عنديش انا عندك راي شخصي هما ثم ثم برشا فهمني شنو معناتها كان باش نذكر لك اسم راه العباد الكل مثلا شكون برشا به لا ثم 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 نور الدين حفيظ اول واحد سي بون كهو اوكي لاعب تشوفه تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف كل في الجينيراسيون اللي هذه تو موجوده اللي لعبت معاه تو موجوده الكل ينجموا يحترفوا واكثر واحد الكل نجا مثلا سانز اكسبسيون الكل باهي اقرب لاعب ليك انت بون سليم المباركي خاطر بينومي في البيت وديما نقعد ونحكي مع بعضنا و... وكلهم الكلهم راهو بالحق اصحابي واحبابي و... وكل معناتها الكل كلنا قراب لبعضنا الحق احسن مدرب تونسي احسن مدرب تونسي فويت كامول احسن مدرب دربت عنده انطوني مدرب عنده فضل عليك خال سعد اول واحد دخلك الفولي ماتش ما تنساهش ماتش ما ننساهش ثم الماتش ماتش سي سي سو ليتوال وقتها انا مع النادي الرياضي الصفاقسي اول بطوله نهزوها عام قداش 2003 عنده جو سبيسيال اول تيتر اول تيتر في حياتي هذيك الساعه ديجا باهي نقطه ما تنساهاش نقطه سجلتها معناتها كيما تحب كيما تحب المهم قعدت في بالك ما عنديش حتى واحده انت برشا نقاط نسجل واحده مش متذكر منها بالله باهي نقطه تمنيت لو كان كنت انت سجلتها والحمد لله ماتش مصر البلد ماتش جات عندي هذيك هي جات عندي ماتش فماش واحد اخر ما سجلها حد اخر قلت له كان جات عندي انا خير لا فما ديما ريت ريت في اللي فينال
ديما اي واحد يتمنى انه يسجل الكره الاخرانيه تعرب تعربها. صحيح. انا هو الفينال اللي حبيت تسجل انت الكره نتاعك في اي فينال لعبت تلعب غبية قاعد لا. لا والله لا اقوى ببليك اكيد باش تعمل لي مشكل الواقع اعطيني الواقع لا باش تعمل لي مشكل خاطر لعبت في برشا جمعيات وتعاملت مع برشا جماهير دونك معناتها جماهير كلها معناتها كل جمعيه عندها جماهير فهمني انا الببليك اللي يقلب الاطراح هو اي جمهور يقلب الفرح راه سواء سواء في دبلوماس مع... لا لا والله ما تحبش تخسر كتلفه جمعيات اللي هبطوا لك لا لا والله لا العكس ما عندي حتى مشكله لا مع حتى جمهور لعبت في معناتها في الجمعيه نتاعو لعبت في نادي الرياضي صفاقسي علاقتي تو به مع الجمهور ليتوال كيف كيف والاسبيرونس كيف كيف وانا اقرب واحد عليك فيه فهمني ما عنديش اقرب واحد كل كيف كيف كل حملم شبيه حملم بالك شي هي اقرب واحد جمعيتي هذيك حملم به حاجه فيك ما تعجبكش الحشمه نتاعك شكون تعتبر احسن لاعب في العالم في العالم اي أوه. احسن لاعب في العالم رجوليه برشا توا احسن واحد تكون ما فيهاش حراج عاد هذا لا 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 ما فيهاش حراج لا لا باش نذكر لك الاسم معناتها ولا الاسامي ولا ثم برشا برشا لاعبين انا نذكر لك من القدم يمكن شويه اللي قلت لك عليه تو المدرب مساعد تاع روسيا تيديوخين معناتها يعجبني برشا ثم تاع ايطاليا ماسترانجيل وقبل جياني بابي اللي هو تو زاد المساعد مدرب تاع ايطاليا بولتافسكي تاع روسيا ثم برشا احسن مدرب في العالم هكاك ما عنديش فكره باهي كانت هذه لو كويس كويز اخر ريبليك في الحصه نتاعي مازال دقيقه ونص حسني ليكيب تيب ليكيب تيب تعطيني احسن تشكيله لعبت معاها وفيها حسني قلم مسلي احسن تشكيله ولا احسن تشكيلتين تشكيله واحده تشكيله واحده هكاك باش نعمل لك ميكس من القديم والجديد اي مثال شيء المهم لعبت معاها ما تجيش باش تلعب باش نحط لك فريق في زوز معدين ما تجيش الحق مع غازي قدارة لعبت معاه وخالد بن سليمان لعبت معاه اي واحد ديما بون ديما نعطيك الكبير خاطر باهي غازي قدارة شوف معناتها غير ما تعمل لي احراج مع اصحابي عندك 30 فين شوف نعمل لك زوز تشكيلات باهي بسرعه زوز تشكيلات في 20 ثانية باهي في 20 ثانية غازي قدارة خالد بالعيد نور الدين حفايط حسني قرامس لي شاكر غزال شاكر غزال كون فوباسور نتاعنا ثم مروان الفهري وقتها لعب معنا فوباسور حاسيل التشكيلة الثانية خالد بن سليمان حسني قرموسلي حمزة النقا اسماعيل معلا محمد علي بن عثمان مستميل كيف اسمنا التو صحيح ياسم ديبلوماسي حسني أعطيك صحة شرفنا بحضورك اليوم عايشك شكرا عايشك. ليك حسني قرموسلي مواصلين حتى الخمسة بتاع عشية في زون ميكس نخليكم مع الأخبار مع أسماء المدوب بعد رجعي ليكيب تيب تحب تتابع أخبار الفنانين أسمع بيبول نيوز تلقى أخبار جمعيتك في كلوب سبور ننصحوكم فيلم باهي في سينيفان نودوكم بأعز موزيكا كل سبت وحد من 7 ل 9 متاع الليل في جونيور شو